حياكم الله مجددا في هلا بالعرفج. وصلنا الى الجديد، هناك فقرتان جديدتان ستدشن في هلا بالعرفج اليوم. الفقره الاولى منها عنوانها يقول المثل، او المثل يقول عفوا، وهو عباره عن استعراض واحد او اثنين من الامثله الدارجه والشهيره، ونسمع تعليق الدكتور عليها، وسنكسب فيها اكثر من فائده. الفائده الاولى التذكير بالمثل المتداول او بالحكمه الموجوده، والثانيه اضافه نوع من التعليق عليها، لان هذه الامثله ليست من الاشياء يعني الثابتة التي لا تتغير، يعني بعضها ينفع وبعضها ما ينفع، وبعضها انتهى زمنه وبعضها ما زال زمنه مستمر، وبعضها تنفع لكل المواقف والأحداث وبعضها ما تنفع. حديث ثقافي خلوني أسميه كثير سيكون عن هذه الأمثال، سنستعرض معكم في فقرة المثل يقول. وقبل ما نأخذ أول أمثال اللي بناخذها اليوم، بس أسأل الدكتور عن الفقرة الجديدة وش ممكن يقول للجمهور عنها. الفقرة الأمثال؟ نعم. والله شوف، الآن يمكن من 30 سنة وأنا مشغول في جمع الأمثال، جمعت الكتاب في تقريبا 6000 مثل. حلو. بين الأخذ والعطاء سأتحدث بعد ما نقرأ في الشاشة، أتحدث عن المزايا اللي حنكسبها، لأنه مع الأسف أقول لك أنه بعض الناس يعتقد أن المثل هو دستور أو قانون ينطبق على الجميع، مع أنه قد يصح بمرحلة من المراحل وقد لا يصح، وقد ينطبق عليك وقد ما ينطبق عليك. جميل جدا. إذن حنبدأ باثنين من الأمثال الموجودة. قبل ما نسمع تعليق الدكتور عليها، خلونا نشوف هذا الفيديو بصوت زميلنا محمد العرجاني. فقرة جديدة ستكون أسبوعية بعنوان المثل يقول، وشكرا جزيلا لفريق الإعداد في البرنامج على هذه الأفكار المثمرة. وسنبدأ الليلة بهذين المثلين: مد رجلك على قد لحافك، ولما شاب ودوها الكتاب. ما رأيكم؟ شوف، لأن هذا اليوم الحديث هو حديث تأسيسي، فلازم نبين الحكمة والمثل. الحكمة والمثل، المثل هو عبارة قيلت على حادثة معينة في زمن من الأزمنة، وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، وقد تنطبق وقد لا. أما الحكمة فلا يقولها إلا الحكماء، وأيضا تكون موجزة ومحددة. الفروق بين المثل والحكمة تقريبا في كذا فرق. الفرق الأول طال عمرك أن الأصل في المثل أنه يقوله العامي والحكيم والإنسان العادي. قال مثلا واحد طلع من قريته وما توفق، قاله من طلع من داره قل مقداره، هذا مثال لكن بينما الحكمة، أو في العرب الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيب مثلا. بينما الحكمة لا، أقوال موجزة، اترك الشر يترك. هذا في كل العالم. الحكمة ترى في الهند وفي الصين وفي الصين وفي السعودية نفس الشيء، في العجلة ليست مرتبطة بموقف معين. بالضبط، واضح. أي اثنين، المثل يصدر قلنا عن الحكيم وعن غير الحكيم. من أيضا من الفروقات أن المثل لابد أن تكون له حادثة. الصيف ضيعت اللبن، إذا ما عرفت قصة المثل الصيف ضيعت اللبن، أو على نفسها جنت براقش ما تعرف من هي براقش، أو إذا قالت حذامه فصدقوها، هذه ما تعرفها، ما حتستمخ بالمثل. بينما الحكمة لا ترتبط بحادثة معينة. حلوة تستمخ. أن المثل يكشف عن ألفاظه أحيانا أمرا مرفوضا، زي لما شاب ودوا الكتاب اللي مثلنا اليوم. طيب يا أخي، الإمام أحمد يقول مع المحبرة إلى المقبرة، يعني نتعلم لين الموت. مطلب العلم من المهدي. بالضبط، أحسنت، يا سلام على الاستحضار الذكي منك. هذا الصح، إنه أنت ما هذا تعرف إيش معنى يكسرون طموحك. واحد يدرس ليل يقول يا ابن حلال، يوم شاب ودوا الكتاب زمان، واللي قالوا طبعا مو الآن، أهل أول، لأنه زمان الكتاب اللي هو يعادل المدرسة الآن. نجي الآن طال عمرك أن المثل إذا تمثلت به الناس عاش، وإذا تركته مات. بينما الحكمة حتى لو تركوها الناس تستمر. مثلا لو رجعت لي الله يرحمه أستاذنا عبد الكريم الجهيمان له أساطير الأمثال الشعبية 12 مجلد، الناس تداولوا منها يمكن 2000 مثل، وهي 20000 مثل. ليش؟ لأنها ماتت مع أصحابها تموت. نجي للأمثال طال عمرك اللي اليوم مثلين. أنا في نظري لو لي من الأمر شيء شطبتهم من الكتب. نعم. مدرج ليش؟ أنا أقول لك، مدرج لك على قد الحافك تعني أنك ابقى كما القرآن يقول لك سارعوا إلى مغفرة من ربكم، انتشروا في الأرض، وانت تقول لا ابن المدرج ليه يا أخي، ارمي الحاف وجيب الحاف أطول منه. أما كذا تزر رجولك لين يجيك وجع في الركب زي الشيخ الدكتور عياض القرني وبدأت تتعب، ليش؟ لا،
ارمي اللحاف وجيب غيره، اشتغل واشتري اكبر. ثانيا لما شابوا الدول كتاب في مثل أسوأ واسوأ، يقول لك ارضى بقردك لا يجيك اللي قرد منه. ابو يحيى مثلا جات له فرصة وظيفية في الجامعة، وهو كان مدرس في المتوسط، جات له فرصة في الجامعة، قالوا لا يا ابن ارضى بقردك لا يجيك مديرك الجديد ما تعرفه. غالبية الناس يميلون للإحباط. انا ليش حطينا الفقرة دي؟ على اساس نقول للناس ترى الأمثلة قابلة تكون، من طلع من داره قل مقداره، هذا معناته انت كسرت الشافعي، تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر قل صيحوا في الأرض، هاجروا. كل الآيات هذه أنت والمعاني السامية تكسرها في تحت قولك من طلع من داره قل مقداره. جميل. وإحنا في كل أسبوع إن شاء الله سنستعرض مثل أو مثلين، مثلاً وناخذ التعليق إن شاء الله. طيب.